العادية لشهر يونيو 2023، المنعقد يوم الاثنين 12 يونيو 2023، القادم بموافقته على إبرام اتفاقية الشراكة من أجل إحداث واستغلال مركز المؤتمرات. تم شكر الأعضاء على مشاركتهم الإيجابية في هذا الاجتماع، ثم أعلنت نهاية إشغال هذه اللجنة. إخواني أخواتي أعضاء المجلس، الحضور الكريم، عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة اجتماعا بالمديرية العامة لمصالح المقر الإداري للمجلس، اجتماعا يوم الأربعاء 14 سبتمبر، لتدارس مجموعة من النقط المتضمنة متعدد الاختصاصات بمقاطعة الصخور السوداء، عمالة مقاطعة إصلاح 2024 المتخذ من طرفه خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 13 مارس 2024. القاضي بداية كنبغي نشكر النساء ورجال الإعلام على الحضور ديالكم والتغطية ديال الدورة العادية لشهر سبتمبر 2024. كيفما تبعتوا ان جدول الاعمال ديال الدوره كان كيتضمن 25 نقطه، وكانت يعني حاضره العداله المجاليه على مستوى التراب ديال عماله الدار البيضاء، والنموذج غادي نعطيه بالطريق الوطنيه 11 على مستوى عماله عين الشق، وكذلك على مستوى الطريق رقم 11، وكذلك على مستوى تراب مقاطعة الحي الحسني الطريق الإقليمية 3009 اللي غدا دار لها يعني التهيئة ديالها المدخل على طريق أصبان، والمدخل من جهة القروض الطريق الجديدة اللي ترصدات لها المبلغ المالي المساهمة ديال مجلس عمالة الدار البيضاء 42 مليون ديال الدرهم. كذلك كان حاضر الشق الرياضي حتى هو اللي الملعب ديال حبيب الزمراني اللي الأرضية ديالو تهلكات مبقاش صالحة لاستقبال المقابلات ولا التدارب الرياضية، خصصنا له 600 مليون، يعني 6 مليون ديال الدرهم غادي تكون التهيئه ديالو، غادي تكون غادي يضم واحد جوج الملاعب ديال القرب كذلك، وغادي الازاله ديال الحائط لو سياج ديال السياج ديال الملعب غادي يدار بالميطال. كذلك المركز السوسيو اقتصادي اجتماعي حتى هو في الحي الحسني اللي تخصصت له 12 مليون ديال الدرهم، مليار و 200 مليون التراب ديال مقاطعة الحي الحسني، وجاي في المستقبل واحد المجموعة ديال الاتفاقيات اللي غادي تدار إن شاء الله بإذن الله. دونك أن جدول الأعمال كان حاضرة فيه المقاربة التشاركية ديال على مستوى العملات جميعا، مثلا عين السباع، الحي المحمدي، البرنوسي، عين الشق، أنفا، وهذا كي باش نخارطوا في الأوراس الكبرى اللي سيدنا الله ينصرو متبعها مع السيد الوالي ومجلس العمالة، غادي يكون حاضر في هاد الأوراس بالشراكات ديالو إن شاء الله مستقبلا. شكرا لكم.